اتكلمنا بشكل عام مع الكباتن عن المباريات السابقه لكلا الفريقين سواء فريق الجونه او فريق سيراميكا كليوباترا، ولكن الانفرادات والحصريات الخاصه بهذا اللقاء مع الزميل العزيز محمد طه مباشره من استاد خالد بشاره قبل دقائق قليله من انطلاقه هذا اللقاء. نروح للزميل محمد طه. ازيك يا طه؟ واكيد عندك كل ما هو جديد الخاص طبعا بكلا الفريقين سواء فريق الجونه او فريق سيراميكا كليوباترا، اتفضل. اهلا بيك يا زميلي محمد غانم، واكيد طبعا الشكر موصول لكل ضيوفك وكل مشاهدي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان من استاد خالد بشاره. وهذه المواجهه يمكن المتكافئه بالنسبه للفريقين في كل شيء وعلى الورق، وكما تحدثت مع ضيوفك بالتاكيد يمكن مهمه للفريقين. يمكن في درجه حراره هنا 36 درجه مئويه في الظل ستخوض الفريقين هذه المباراه، ويمكن كان في تعقيب كمان من فريق سيراميكا كليوباترا اللي طلبوا لتأخير هذه المباراة لساعتين، وكان عندهم يمكن اندهاش من موافقة الجونة على هذا الطلب، ولكن لم يتم تنفيذ الطلب من اتحاد الكرة المصري. يمكن أجواء نتمنى أن تكون يعني غير مؤثرة على الفريقين، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا سيخوض لأول مرة في هذا الدوري مباراة في هذه الأجواء المناخية. لو بنتكلم على فريق الجونة، يمكن الكابتن رضا شحاتة تحدث مع فريقه بعد تعادل دجلة عن أهمية هذه المباراة، المباراة على أرضنا، نتمنى أن ندخل في المنطقة الأكثر دفئا بهذه الثلاث نقاط. يرى أن فريق سيراميكا سيكون يعني متسرع بعض الشيء في الثلاث نقاط ويستغل وجود اللاعبين في حالة جيدة جدا. كان في محاضرة فيديو وشرح فيها كل شيء عن الفريق، وبالأمس طبعا اختتم المحاضرة الفنية بعد العشاء بالتحفيز النفسي. يمكن بيغيب عن فريق الجونة كريم الطيب وأحمد عادل لوجهة النظر الفنية. على الجانب الآخر يمكن فريق سيراميكا كليوباترا، واللي يمكن فور وصوله كان حريص الكابتن دياز صيد وكل فريقه على أنه يتفقد أرضية الملعب، واللي خليني أشيد بها بشكل رائع جدا رغم الظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة هنا في الجونة ومحافظة الغردقة، لكن أكيد بالتأكيد هنا يمكن أرضية الملعب يعني واضح أن هي معمولة صيانة بشكل رائع جدا وبتظهر بشكل رائع جدا. يمكن ودية واحدة خاضها فريق سيراميكا أمام بيونيرز استعدادا لهذه المباراة وفاز 4-3، ودي كانت الودية اللي بيستعد بيها الفريق. غياب كوامي بونسو وشريف أدابو عن هذه المواجهة بالتأكيد هما يعني لاعبين مهمين للفريق، ولكن هناك العديد من اللاعبين اللي هيكونوا موجودين مكانهم. يمكن زي ما قلت لك كابتن ضياء صيد اتكلم مع الفريق بالأمس، كان في جلسة فنية وايضا محاضره فيديو، وبعد العشاء الساعه 9 كابتن ضياء يعني حب يتكلم مع اللعيبه على ان انت هتلعب خصم مهم جدا فريق الجونه على ملعبه، صعب جدا انه يعني يفرط فيه الثلاث نقاط، هتكون المهمه صعبه، التكافؤ موجود بالنسبه للفريقين، ولكن هيكونوا اهم ثلاث نقاط، يمكن دي كانت اهم كلمه قالها الكابتن ضياء صيد، هيكونوا اهم ثلاث نقاط خارج الملعب في مشوارنا في هذا الدوري. يمكن زياره الكابتن الحصري لفريق سيراميكا كليوباترا بالامس في مقر الاقامه كانت لفته طيبه جدا وتؤكد العلاقات الطيبه بين كل الانديه وبعضها. كابتن حصري زار الفريق وكان بيطمن على كل ما يخص الاقامه هنا في مدينه الجونه، وكانت لفته طيبه جدا، واستقبله الاستاذ معتز البطاوي من فريق سيراميكا كليوباترا. يمكن الفريقين الان بيجروا عمليات الاحماء في زي ما قلت لك في وسط درجه حراره شديده جدا، ولكن اتمنى لا تؤثر على الفريقين. ده كل ما يدور هنا من استاد خالد بشاره في الجونه. الان الكلمه لك الان غانم، تفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد طه اللي وفانا بكل المستجدات من استاد خالد بشاره واخر الاستعدادات الفنيه لكلا الفريقين سواء فريق الجونه او سيراميكا كليوباترا. ايضا خليني استعرض مع حضراتكم التشكيلات الخاصه بكلا الفريقين. هبدا مع فريق الجونه صاحب الارض في مباراه اليوم وتشكيله المختاره من الكابتن رضا شحاته اللي بيلعب النهارده ظهرية 5-4-1 بمشتقاتها الدفاعية أو الهجومية. ورا في خط الظهر لؤي وائل ومحمد نجيب ومحمود الجزار، على الأطراف هيكون محمد يكن وعمر السعداوي، في وسط الملعب نور السيد وسيرجي آكا وأحمد عامر وعمر بركات، وفي المقدمة عمر السعيد كمهاجم وحيد. دي التشكيلة المختارة من الكابتن رضا شحاتة. أما التشكيلة أيضا المختارة من الكابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عامر عامر في حراسة المرمى، أمامه رباعي أحمد محسن في ناحية الشمال ورجب بكار في ناحية اليمين، وفي قلب الدفاع كابتن خالد صبحي طبعا والكابتن طارق سامي، في وسط الملعب محمود نبيل، أمامه كل من صالح جمعة ومحمد إبراهيم وميدو جابر وشادي حسين، وفي المقدمة مهاجم وحيد أحمد ياسر ريان، عشان دي تكون التشكيلات الخاصة بهذا اللقاء.